حكم الصلاة في مسجد الحسين. لا أعلم أن الحسين بن علي دفن في مصر، ما أعلم أي مستند لهذا. الحسين بن علي قتل في العراق رضي الله عنهما، هو أظن أن التسمية فقط، أما جثته ليست هنا، فإذا كانت التسمية فقط فلا بأس، أما إذا كان يشرك هنا في بعض الأماكن بالله فلا تكثر سواد أهل البدع والضلالات في أي مكان كنت.